اخوي لازم تاكلون. ها والله ما كتبني كاتب حتى والله. طيب يرجع معك الله يجزاه خير. من اللي مشرف الكيك رجع له؟ ها مكتوب وسقور السعد. لا اقدر اتكلم بخصوص هذا. سامحني يا ابو مسلم. ادري انه مو بنت. ايش انا اسف ابو مسلم. الله يعافيك. والله هذه طبعا كلام 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 عشان بس هدايا. ابو غنى ابو غنى تعال كذا. ها عشان الكاميرا ذي. لا هذه هذه بتجيبك. هذه هذه بتجيبك. طيب تعال تعال. هذه هدايا بسيطة ورمزية. لا ان شاء الله بسيطة. هذه مصاحف. ايوه عشان ثمينة. هذه اغلى الهدايا. باسمي وباسم ابوه محمد نقدمها لكم. بيض الله وجيه. ويعلم الله اللي في الصدر شيء واجد ولو بنتكلم عنه ما خلصنا. لكن اتوقع ان الهدايا هذه انها تعبر عن بعض. ما في سنت علامك يا ولد. ما في شيء اسمعك ماشي بزين من السماع وانت تاكل. تضحك الجو. وين سعد؟ سعد راح. سعد من؟ سعد راح يجيب المسبح. فيصل بن قربه. بعطيك الحمض عشان الديوان. تعلق سالم يا ابو سعد. سامجعون ان شاء الله. راح انت. مدير يا حبيبي. محمد مو موجود وعبد الله مو موجود. عندما كنت توصلون صالح مو موجود. والله مو بزين لك ما تجيب لي مصحف. ها؟ هذا انت جايبه لهم كيف تقول ما يجيب؟ اوكي. عبد العزيز. وجهك. فواز. شوف عطيت نص نص احمر ونص الله. علي ما هو موجود. سعد الكلثم. سم. الله يبيض وجهك. سم. وليد. عاد انت بعطيك حمر. شوف ترى كل واحد كل لون يعبر عن شيء. يا فات راسك كل شيء منك زين. ها؟ اللون حقي شيء يعبر عنه. نادي المفروض تعرف الالوان الالوان الورد عبر عن احدى المراكز الاولى. اغمق واحده بالضبط. اغمق واحده. حبك يا ابو علي عميق. عبد الله النجيبان. حاط على عمرك يعبر عن قضيه تكسب فيها مليون ريال. الله يسمع منك. اسماعيل ما هو موجود. ما ادري مليون ولا تنزل. عبد الله ما هو موجود. اغلب الشباب هنا ما هم موجودين. حمد الله هم رجع. قابلته في الكويت. بالله معاذ عبد الرحمن سرور الروقي. سرور. امسك 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 صالح. امسك المجيد. سمبر عبد المجيد. ايوه يا سلام. بغينا نجيب هدايا ولا لقينا اثمن من المصحف. محسن الشهاري عبد المجيد. والله هدايا طيبه. تشيز كيك وورده ومصحف. بيض الله وجهك. ما قصرت وجهك. شكرا لك يا ابو محمد دائما انت تجيب لنا حاجات. الله يسعدك. هذا من ابو غنى عليه السلام. هو دعم واضين كلكم. احمد السعود. هذه احمد. انا ترى ماني بقرا زين. زعيم مات. شوف ايش اخترت لك. قلت انا ترى هذا يعبر عن عن يعبر عن شيء. الله هذا عن بنتك جو العصافير. العصافير تسلم يا ابو علي. يعبر عن اسمه عتاب. عتاب هلال. دقيقة دقيقة أبى أسمع تحية. محمود فلاح. الله. أوه محمود. أشكرك. طول في عماركم. حنا ما أدري من. أشبرهم حاطين على الكيك حكتي فيس حزين وأنت فرحان ليه يعني؟ وشو؟ لا دقيقة مو بالكيك. هذا مو بالكيك. هذا هذه نازلت في حساب. أي أدري ما أدري إيش قولهم علي. أنا أجيكم أنا حزين ولا ضايق. ربيه. والله أنا بحق يا سامي. شبهني ولا لا؟ ترى في الصورة ذي مو بنا. قديمة الصورة ذي. ما أدري. انا في خلاص عاد في حد تمام. بيض الله وجهك. الموجودين وين سعد؟ باقي باقي الشباب. سعد عطى الجماعه. سعد عطى عشان بيعطينا هديه. انا ادورك من اليوم يا اخوي. اي كشف حقه ترى سنة مستلم. خليني ادور لك شيء مناسب. هذه تعبر عن صفاء صفاء القلب وعن تعبر عن اللبس. نفس الشيء مطق. اتمنى عاد باقي الهدايا توصل للشباب ان شاء الله. سلمونا عليهم واعذرونا على القصور. والله ان في الصدر شيء واجد لكن انتم بخابرينه. الله لا يبين غلاكم. والله يطول في عماركم. لبيه هذه الورده. قاعد تحمس هذه المشكله. طلع اطر هذا منتج حصري قبل ما ادشنا. فلنكم انتم عرفت وتستاهلون كل خير. وانت بعد اسمع اسامحنا يا اخوي صالح. الله يهدي عباس يا رجال حاشرها بين هالكراتين. وشي عباس الله يهدي. الله يطول في عمرك. تعب عباس.
وبيض وبيض الله وجهك. الله يرضى عليك. والله يوفقك ان شاء الله. رب العالمين يرضى عليك الله ويطول عمرك ويسهل عمرك ان شاء الله. نشوف احسن ما يهدى الطيب وتطيب فيه رجال. طيب الله ثانك. ايش اسمه ذا بعد في البيت ترى زين بدا يشغلونه. والله العظيم انه ان شاء الله اخذ بخور. الله يشرفك دار ويبيض الله وجهك على كل حال. يطول عمرك يا سعد وبيض الله وجهكم على الهديه الزينه. وبشر والله ان شاء الله اني ان شاء الله اني بقرا في ان شاء الله بختم في شهر رمضان. الله يجزاك ومن جايبه الحين الله يجزاك خير. انا وابو محمد. انت وانت ابو محمد هذه الله يعينكم حاجة على الاجر ان شاء الله. الله يعين على الاجر. الله ما ادري ندور على الاجر. الله يعينكم على الاجر بختم به ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. نركب توكلنا على الله. دقيقه في محمد ناصر وش اللي عندك؟ وش اللي عنده؟ اعطونا شيء نفرح يا رجال لا حزن ولا اي. سمعتوا جبتوا له هديه بعد ما شاء الله. والكيكه اللي قطعناها يا سعد ها؟ شق الكيكه شقها. دخلوها من روحنا خلاص اللي فيني كافيني يا رجال. والله العظيم ما حمكم يبسي. طلع عارف ما حد يبسي. اشوفكم على خير. الله يرضى بجيك ما انزل معكم. انا ماني خلي ما ودعك انا ودعك انا نبتي برا. اي جبها طال امان الله. استودعكم الله. الله يوفقك ان شاء الله. عشان حاطين ابتسامه عندي في هي بعد منصات النجاح.